سلايد بالاخير ضروري اني اشرح لكم اياها. يعني المشروع مهم جدا انه تدرس مهندس الحاسوب والكمبيوتر اركتكتشر كشيء متغير وفي تقدم بشكل مستمر وبيأثر على حياتك بشكل مستمر. هذا بده ينعكس بالبحث تبعك بالموضوع اللي بتختاره وبالنتائج اللي بتطلع فيها. هاي كلها مرقنا عليها واستعرضنا مصادر المعلومات. مصادر المعلومات في معلومات كثير طبعا هاي الايام عن الانترنت، والامور القديمه شوي بتلاقيها على جوجل سكولار، بتلاقيها اوريدي صارت موجوده بالابحاث اللي انتشرت بالمجلات وبالمؤتمرات. لكن الامور الاحدث من هيك على الاغلب ما بتلاقيها الا بمواقع الشركات اللي صنعت هذا الشيء او بمواقع الاخبار مثل سي ان ان وغيره. طبعا جوجل سيرش تول مهم جدا لكم حتى تدوروا على الموضوع اللي انتم مهتمين فيه. استعرضنا المواضيع والتقرير. التقرير مطلوب منك عدد محدود من الصفحات، مطلوب منك من صفحتين لاربع صفحات، مش اكثر. ممكن انك تكتب اكثر من هيك، لكن ممكن انك تاخذ علامه كامله بهذا العدد من الصفحات. طبعا بدنا اياكم تكتبوا التقرير بطريقه احترافيه، يعني تقرير مثل هذا النوع ممكن انك تستخدم بروفيشنال تمبلت مثل الاي دبليو اي كونفرنس تمبلت اللي فيها بكتبوا الابحاث اللي ببعثوها لمؤتمرات الاي دبليو اي، والاي دبليو اي يعني مؤسسه عالميه مشهوره بتنظم كل سنه اكثر من 2000 مؤتمر بجميع انحاء العالم. انا طبعا ممكن توصلوا للتمبلت من هذا الرابط، بس انا نزلت هاي التمبلت وعملت عليها تعديلات حتى اني اسهل حياتكم، وهي موجوده هون بدي افرجيكم اياها. مين شايف وين الشيء موجود في كل سكرين؟ Did more in this place. Does it have fire? شوفوا هاي التمبلت بدك تراعيها، ما بصير تغير على الستايل تاعك. نفس العمليه هاي راح تمر عليكم بمثلا مشروع التخرج، في تمبلت لتقرير واحد وتقرير اثنين، في تمبلت
اوريدي محدده الستايل ومحدده الفونت تايب والفونت سايز وانت بدك تلتزم فيه. بمجرد ما انك تبلش تعدل فيها انت بتكون خرجت عن الستايل المسموح فيه. فشوفوا هذا مثلا تايتل هو تايمز رومان والسايز تاعه يكون كبير. الفونت لو تشوفه 24 بينما هذا الفونت سايز تاعه 9 هذا الفونت سايز تاعه 9 هذا الفونت سايز تاعه 10. هذه الامور بدك تلتزم فيها. الاشي اللي بولد بدك تخليه بولد والاشي اللي ايتاليك بدك تخليه ايتاليك. بالعاده التقارير والابحاث بكون في إلها ابستراكت. يعني طبعا هون الستايل تبع الابستراكت بولد وبدك تخلي كلمه ابستراكت لكن كلمه ابستراكت هون ما في داعي لها. فاي شيء بين التي والقوس هذا بدك تستبدله بالابستراكت تاعتك. والابستراكت في ناس بيخطئوا شو هي الابستراكت. ايش هي الابستراكت؟ غلطت قالت مقدمة. لا الابستراكت مش مقدمة هي ملخص. هي مثل اكزيكتيف سمري هي بتلخص كل شيء بالتقرير. يعني التقرير بالعادة بيكون في موتيفيشن في تحديد الاوبجكت الاوبجكتيفز في الميثودولوجي في الريزلتس في الكونكلوجنز. كل واحدة من هذول الشغلات لازم انك والابستراكت فقرة. فانت بدك تلخص الموتيفيشن بدك تلخص بي 1 سنتنس بدك تلخص الاوبجكتيف بي 1 اور 2 سنتنسز البروسيجر بي 1 اور 2 سنتنسز حتى يصير في معك تلخص التقرير كلياته بفقره واحده. الكيوردز هم الكلمات المفتاحيه يلي بتدل على موضوعك. فمثلا مره ثانيه لو كان موضوعك هو مودرن مالتي كور processors from AMD and Intel بتحط Intel AMD وفي بيكون في بيناتهم فواصل. بالعادة الناس بحطوا بين 4-6 keywords بحط الكيوردز يلي بالأغلب بتكون قريبة من التايتل تاعها. keywords هي بتم فحص الأبحاث بناء على الكيوردز وهذا سهل الناس انهم لما يعملوا سيرش يلاقوا الابحاث او التقارير اللي لها علاقه بالموضوع اللي بدهم. ايوه بس اجي اكتب يعني انا بعمل كات او بمحي هلا اذا بدك تعمل سيلكت للشيء وبتكتب. فمثلا هون بتعمل سيلكت لهذا الشيء وبتبلش تكتب. اوكي تعمل سيلكت وتبلش انك تكتب. هلا اذا كان في عندك دوكيومنت ثانيه خاصه فيك وعملت كوبي وبيست منها او عملت كوبي من مكان لمكان. اذا مثلا شوفوا اذا عملت كوبي من هون وعملت بيست هون. اوكي الحمد لله ما صار مشكله بس في انواع من البيست في بيست ويذ فورماتنج. فممكن البيست العاديه بتغير الفورمات بتغير الفونت سايز بتغير تنسخ التكست حسب الفورمات القديم تبعه. بس انت مش لازم تعمل بيست العاديه لازم تعمل بيست as text. when you paste as text بلوخت الفورمات بتاعت المكان اللي انت بتحط فيه. اوكي هلا بعد هيك you should organize your report in sections and subsections. وبالعاده اول section هو introduction وبهاي التمبلت في ستايل
بدك تمشي عليه لعناوين السكشنز يلي هو مرقمات باستخدام الرومان نمبرينج سيستم وبكون اول كاب. هذا اول كاب لحاله بيطلع يعني حتى هسه لو جيت اكتب انتروداكشن نيو حكي نيو دخلت سمول لتر بس طلعت اول كاب لانه الستايل هيك اوكي. بس لو الان ابصر اذا بتبين من عندكم لو الان دخلتها كابيتال لتر بتظهر انها كابيتال لتر على اساس انه الان حجم لاحظوا الاي تاع انتروداكشن اكبر من باقي الاحرف والان تبع نيو لاني دخلته كابيتال لتر بس كلهم اول كاب بس الكابيتال لتر فعليا اللي دخلته كابيتال لتر بكون حجمه اكبر من باقي الاحرف. طبعا هون هيدنج 1 هاي بدك تشيلها هيدنج 1 حتى يقول لك انه هذا السكشن تايتل الستايل تاعه الفورماتنج ستايل تبعه هيدنج 1. شوفوا شو بصير اذا قلتوا هيدنج 2 تغير شكل صح شايفين هيدنج 3 في له شكل اخر. فانت عندك هيدنج 1 للسكشن مثلا بعدين داخل السكشن بكون في سب سكشنز السب سكشن ممكن يكون في داخله سب سكشن وبهاي الحاله التايتل لاي سكشن او سب سكشن او سب سكشن بتعطيه هيدنج 1 او هيدنج 2 او هيدنج 3. ف يعني نفترض خلصت هذا السكشن بعدين بدي اكتب سكشن جديد هذا السكشن الجديد اسميه عوض runs الان لنفترض هذا عنوان سكشن سكشن 2 بتعطي هيدنج 1 بلاخد رقم 2 وبتحول لأول كاب. الفقرات لاحظوا الفقرات لها ستايل معين هذا ما بتغيره بتحافظ عليه والفقرات شوفوا قديش حلوين ومرتبين ونايس وفيري بروفيشنال. شوفوا هون في شوية اندنشن شوفوا هون كيف جاستيفايد من هاي الجهة وجاستيفايد من هاي الجهة شوفوا قديش المسافات بين السطر والسطر حلوة ولطيفة. إذا غيرت الستايل بلشت تعمل كوبي وبيست من مكان لمكان بدون ما تقول بيست أس تكست وبدون ما تحافظ على الستايل تقريرك بصير مشوه وبصير كل فقرة شكل وما تكون مشيت على التمبلت. طبعا يعني في هاي الفورمات بينتر في الفورمات بينتر لنفترض في فقرة خربت أكلت هواء في فقرة خربت أكلت هواء وشكلها صار مختلف عن الفقرات الثانية تيجي للفقرة الأصلية وتستخدم الفورمات بينتر وبتروح للفقرة اللي بدك تغير بدك تضبطها ويو سيلكتد بالفورمات بينتر بصير شكلها مثل الفورمات الأصلية اللي انت بدك اياها. هلا هذا سب سكشن برقموهم كابيتال A كابيتال B بعدين في عندك هون another section main section وفي بداخله A و B و C. شوفوا هذا الستايل تبع الكوليتس موجود
نمبرز من هون، واذا بدك نمبر سيل نمبر ليست تختارها من هون. المعادلات، المعادلات بتكون مرقمة، بتكون سنترنت ورق والرقم موجود بالاخير. طب لازم احط معادلة اذا ما حد يعرف وش معادلة؟ اذا ما عندك معادلات ما بتحط معادلات، بس على الاغلب الناس في عندهم تيبلز، والتيبل فيها ستايل، هذا الستايل تاع التيبل. أنا مش شايف وين هذا الستايل تبع التيبل. يعني you can format painter، ممكن إنك تنسخ هذا الستايل. بشوفوا أي تيبل لازم يكون له رقم. هذا أول تيبل اسمه تيبل I، تيبل 1. بعدين في إله تايتل. هذا التيبل 1 والتايتل هذا اسمه كابشن، والكابشن تاع التيبل بكون فوقي، بس الكابشن تاع الصورة بكون تحت الصورة. هذا كابشن لصورة. هلا المراجع بالعاده الاكنولجمنت، يعني الشكر اذا في شكر، والمراجع ما بكونوا مرقمات، مش مثل انترودكشن وسكشن 2 وسكشن 3 ما بكونوا مرقمات. وبتحط قائمه المراجع، بقائمه المراجع بكون ترتيبهم بقائمة المراجع حسب السيتيشن تبعهم. يعني أول شيء أنت بلشت تكتب داخل النص، داخل النص you should cite بهاي الطريقة. يعني لنفترض هاي الجملة المرجع تاعها هو مرجع رقم واحد، فبنهاية الجملة قبل النقطة بتحط سكوير براكت ورقم المرجع، والمرجع اللي بتحط تفاصيله بقائمة المراجع. طبعاً هذول السيتيشنز بدهم يبلشوا من الانترودكشن. من الانترودكشن الأفكار اللي جبتها بالانترودكشن بتعمل سيتيشن للمراجع تاعتها بطريقة بطريقة إنك تحط سكوير براكت ورقم المراجع تاعك. هسا كل مرجع حسب نوعه له تفاصيل معينة، بس كلاتهم بتشابهوا مع بعض. طلعوا كلهم بيشبهوا بعض، إنه منبلش بأسماء المؤلفين، بعدين عنوان الكتاب أو المقال أو الموقع أو البحث، وبعدين تفاصيل تاعته. فخليني أكبر لكم هذا الجزء اللي فيه المراجع، ونطلع على الستايل تبع IEEE. إنه الاسم الأول للباحث بنحطه بالإنيشال فقط، الإنيشال لتر. هون جي ممكن يكون جي لجاري، جاري بيسون فاصلة بي دوت نوبل اند اي ان ميدن. الاسم الثاني البدل نيم مش بضرورة يكون موجود، بس بعض مرات يكون موجود، وبكون في قبل الاخير اند، فالاول والثاني اند الثالث. عنوان البحث كوتيشن ببلش بكابيتال لتر، بعدين حتى نوصل للكوتيشن هاي. فهون فاصلة لازم تكون موجودة، كوتيشن
بعدين عنوان البحث فاصلة. الآن هذا وين ظهر؟ هذا ظهر بالفيل ترانزاكشن رويال سوسايتي لندن. هاي الاختصارات مش بضرورة نستخدمها، بس في ناس قد ما بعرفوا الفيلوسوفيكال ترانزاكشن رويال ساينس لندن، هاي مشهورة عند ناس كثير فبطلوها بالاختصارات. انت مش بضرورة تحط الاختصارات لأنه مش بضرورة تعرفهم لأنك بعرف غير مختص. هذا الفوليوم ضروري ينحط. بعدين شوفوا هذا هاي ترانزاكشن فيها أبحاث متعددة وفيها عدد كبير من الصفحات. هذا الفوليوم رقم A247. بالعادة كل سنة بيطلعوا فوليوم، وهاي الحالة حتى يسهلوا على الناس إنهم يوصلوا للأبحاث في بي اختصار لبيج، يعني من بيج هذا البحث موجود بهذا الفوليوم بين 529 و 521. واو، يعني شوفوا متى هذا ابريل 1955. هذا مثال ثاني على كتاب. الكتاب اسم الكتاب، عنوان الكتاب ما بحطه بين كوتيشن. ثيرد اديشن فوليوم 2 اوكسفورد. بعد اذا في اديشن مثلا الثانيه او الثالثه بحط رقم الاديشن، واذا في بعض الكتب بتيجي على اكثر من فوليوم مثلا البخاري، صحيح البخاري موجود على قديش ما بعرف في صحيح البخاري كم فوليوم كم جزء ولا واحد ولا ليش؟ لا انا ما بعرف. طبعا الكتب ضروري تحدد الناشر، لانه يعني تقليديا انك تشتري كتاب مثلا بدك تعرف هل هو من سبرينجر ولا من وايلي حتى تعرف من وين تشتري. اوكي، هلا هون ما في مثال، انا نسيت احط مثال على الموقع. يعني بالنسبه لكم شيء مهم جدا، لو كان موقع من الانترنت، لو موقع من الانترنت بدك الاوثرز. هلا بعض مرات الموقع اللي على الانترنت ما في له اوثرز، مثلا اذا بتدخل على انتل ولا ويكيبيديا ما في اوثرز، ما في ناس. فبهي الحاله اذا ما في اوثر بتكتب اسم الموقع او اسم المؤسسه، انتل، ويكيبيديا، اي ام دي، نيفيديا، واتبع. بعدين عنوان البحث. طبعا هذا ما في عنوان بحث، لقيت صفحة معينة، بس كل صفحة على الانترنت لها تايتل. كل صفحة على الانترنت لها تايتل، ويكيبيديا كلهم لهم تايتلز، اي مكان اي صفحة مرتبة لها تايتل. فانت والتايتل تبع الصفحة يعني سهل انك يعني هاي عنوان الصفحة مثلاً. لما تحطها على التايتل يبين اسم الصفحة كمان. أوكي؟ أي صفحة يا عنوانها ظاهر بشكل واضح فوقيها أو بالتاب تاعتها بكون موجود اسم الصفحة. فإذا شغل من الإنترنت الأوثرز والتايتل. بعد هيك نحن دائما الستيشن، المؤلفين، العنوان، بعدين التفاصيل. اذا كانت
صفحة على الإنترنت ف... بتحط الـ URL تبعها. الأوثرز إذا ما لقيت الأوثرز عنوان اسم الموقع ويكيبيديا يمكن وثل الموقع ولا شيء ولا شيء. هي هاي تمبلت بشرح لك كيف تشتغل. فبالعادة references ما في شرح. references هذول بعد ما تقراهم تشطبهم. أوكي بعد ما تقراهم تشطبهم لأنه references في الواقع هم يتكونوا من references list of references. ايش لا لازم يكونوا مرقمين مثل هيك 1 2 حتى تعملي الهيتيفيشن. يعني انتو في كلمتين مهمات تعرفوهم سايت مع ريفرنسز سايت ريفرنس وليست ريفرنس. انت يو نيد تو ليست يور ريفرنسز. وين بتحطهم بالريفرنسز؟ يو نيد تو ليست ذم بهذه الطريقه. بات from within your text you need to cite them والسيتيشن مثل ما شفتوا انه ده بنهايه الجمله بتحط سكوير براكتس قبل النقطه. اوكي في اسئله ثانيه اختار شو هاي اللي بالموضوع اللي بيحكي عن كيف تعمل اقرا. يعني التمبلت هاي فيها شرح كيف تعبي التمبلت. هذا اقروهم قبل ما تبلشوا تستبدلوا التكست الموجود هون بالتكست تبعكم. فعلى هاي التمبلت بدك تعطي مثل ما قلنا عنوان معبر وتعطي اسمك ورقمك والايميل تبعك. الابستراكت بدك تلخص فيها الموضوع. لازم تحكي عن الانترودكشن اند ترند. لازم تحكي تعطي انترودكشن توضح موضوع وتحكي عن الترند. لازم تفرجينا الترند. يعني الترند هو التوجه التغير اللي قاعد يصير بالموضوع تبعك. الترند بلغه عين الاعتبار التاريخ البعيد او التاريخ القريب. بس لازم بفقرينكم state of the art solutions. لازم تتحدث عن state of the art solutions. state of the art يعني احدث شيء، يعني اروع شيء، افضل طريقه توصل منها بالوقت الحاضر. هذا برضه موضوع effects and changes. التاثير تاثيرات هاي التكنولوجيا اللي تحكي عنها المختلفه على حياتنا وعلى الكمبيوتر انجينيرنج وعلى الاقتصاد وعلى الاجتماع وعلى كل شيء والتشنجز اللي قاعد بتعملها. conclusions and the future directions. شو اللي conclusions كأنك بدك تلخص فيها شو اللي تعلمته والfuture directions شو توقعاتك للمستقبل كيف الدنيا راح تتغير. نفس الابستراكت ولا يختلف؟ لا الابستراكت بتلخص كل شيء بس الconclusion conclusion تعطي في نعم في طب هلا الكونكلوجن ما في داعي ترد تقول فيها موتيفيشن وما في داعي تحدد الاوبجكتيف تبعك. بتعطي الريزلتس تبعك، بتعطي الامور الرئيسيه اللي تعلمتها واللي لقيتها. والريفرنسز حكينا. طيب هلا هذا كيف راح اصلح؟ كيف انت راح تاخذ علامتك من 12؟ راح تاخذ علامتك من 12 مش لانك والله عملت تقرير من اروع ما يمكن او يعني ممكن يكون تقريرك رائع جدا لكن مش هتاخذ علامه كويسه. لازم تحقق هدف هذا المشروع حتى تاخذ علامته. وفي عندنا هدفين رئيسيات وانا يعني لما اقرا التقرير تبعك بكون قاعد بدور على هاي وعلى هاي وبحط على هاي 6 علامات وبحط على هاي 6 علامات. وهذا تغير عن الفصل الماضي. كان في 3 things ادور عليهم ادور بس على هدول الثلاث. طب في حدا اخذ نوز قبل هيك؟ اه
يلي بياخذ صفر هو يلي عنده جملة أو أكثر ناسخها من from somewhere. التقرير كله أنا لحد الآن حنين، المفروض واحد جاب تقرير كامل إنه يروح للجنة تأديب الطلبة وبالتالي ياخذ صفر من المادة وإنذار هي محاولة غش مقنعة على فرض إنه الدكتور مش هيكتشف يلي بعمل paraphrasing. I can detect معظم الناس يلي بعملوا copy paste و I can detect معظم الناس يلي بعملوا paraphrasing. والفصل الماضي 15 واحد يعني ما ردوش عليه وأخذوا أصفار. وبشان هيك بديش أحكي أكثر مني. بس الله يسعدكم. مطلوب منك صفحتين. اقرأ، تعلم، ولخص بأي لغة بدك إياها. لخص يلي تعلمته. لا تعمل paraphrasing ولا تعمل copy paste. طب الطول الجرامة بتدقق عليه يعني؟ لا ما بدقق يعني. يعني أنا بدي إياك تحقق هدول الهدفين. علامتك على هدول الهدفين. هسه بشرح لكم إياهم. بتاخذ صفر إذا عملت كوبي وبيست وبارافريزنج. بس 100% راح تاخذ علامة كويسة إذا حققت هدول الاثنين. تفضل. مش انه ناخذيتها كوبي بيست، يعني رحتي على الويكيبيديا فهمتي الموضوع بعدين كتبتي اللي فهمتي، بما انه هاي المعلومه مصدرها هي الويكيبيديا ولا مثلا مصدرها انت الويب سايت، بدك تحطي الموقع اللي تعلمته من هذا الشيء تعملي له ليستنج وتعملي له سيتيشن. كوتيشن يعني ما في داعي لها الا اذا يعني باللغه العربيه وين بنعمل لها كوتيشن؟ قال تعالى نعمل كوتيشن بيت شعر قال صلى الله عليه وسلم، يعني هذا انت مضطره انك تحطيه حرفيا مثل ما اذا نقلت الشعر مش شعر ببطل شعر اذا غيرتي على كلمه وبالعلم ما في يعني ما نحتاج فيش مواقف نحتاج ان ننسخ الجملة كما هي. اوكي بدك تستعمل الموضوع تكتبي بلغتك ويكون كلياته متناسق مع بعض. طيب ديمونستريت ان ادرششكم. اوكي بدك تشرحكم كيف تاخذوا ستة هاي. اوكي ديمونستريت ان ابيليتي تو اكواير اند ابلاي نيو نوليدج از نيدد يوزنج ابروبريت ليرنينج ستراتيجيز. يعني بدك تبين انك انت عندك قدره على التعلم، دخلت على موضوع بيوند اللي تعلمته بهاي الماده، مش موجود شيء احدث من الموجود بالكتاب. بدك تفرجي انك عندك قدره انك تتعلم. بدك تفرجي انك والله وهذا بشوفه بالقائمه المراجع. اذا انت لقيت مقال، لقيت يوتيوب فيديو، لقيت موقع على الانترنت بشرح عن هذا الموضوع، فتحت الانتل او ابل او ويب سايت وعرفت الاسعار وكيف الاسعار قاعده بتتغير قاعده بتنزل ولا بتعلى. تشكيله المراجع اللي انت استخدمتهم بالبحث تبعك بدها تعكس انه والله انت تعلمت رحت لاماكن مختلفه
وتعلمت إشي من هون وإشي من هون وإشي من هون، تعلمت إشي من الويكيبيديا، تعلمت إشي من اليوتيوب، تعلمت إشي من مواقع الشركات المهمة. برضو حلو إنه تدور على الأبحاث الحديثة من سكولر دوت جوجل، يعني إذا المصادر المختلفة اللي قلت لك روح إلها فعلاً أنت استخدمتها واستخدمتها بشكل منطقي، معناته رح تأخذ 6 علامات هذول. واضح؟ هذول 6 علامات إنك أنت جبت معلوماتك من أماكن مختلفة وحطيتهم بالليست أو ريفرنسز وعملت لهم سيتيشن من الأماكن الصحيحة. بعدين 6 علامات الثانية ما لها علاقة بالموضوع اللي تختار، لها علاقة إنه بتقدر تعمل هاي الإشي وتقدر تعمل هذا الشيء. demonstrate an ability to recognize ethical، هذا كلام كبير بس أنا هلا بشرح لك إياه. to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgment which must consider the impact of engineering solutions in a global economic environmental and societal context. هذا الحل تاعه، حل تاعه بسيط، إنه يكون في عندك section اللي يكون في عندك تحكي فيه عن effects and changes، تحكي عن تأثير هاي التكنولوجيا اللي قاعدة تتطور مع الوقت وشو قاعدة بتعمل بأسعار الكمبيوترات، شو قاعدة بتعمل بالوظائف، شو قاعدة بتعمل بحياة الاجتماعية، شو قاعدة بتعمل بحياتنا بالبيت بالشغل بالآخر. اكتب لك نص صفحة صفحة على هاي التقنية اللي انت درستها وبرضو بتأخذ 6 علامات. اوكي، you cannot pass the course without submitting your report. ما واحد will pass بدون 12 علامة، بس you will not pass هاي المادة إلا إذا قدمت هذا التقرير. each student should submit his her own distinct report. كل واحد لازم طبعا تقريره الخاص فيه. cheating will not be tolerated. هلا I hope يعني طلاب هندسة الحاسوب عرفوني كفاية، هم تعرفوني بردوا من سوني، يعني قبل سنتين عرفوا إنه والله هذا بتطلع على التقارير وبتأكد إنها مش منسوخة وبقرأ التقارير فعليا. رسب مجموعة من الناس، بعدين الفصل الماضي نسيوا، يعني مرق سنة وراها سنة ثانية، السنة الماضية نسيوا انه انا بقرا التقارير وفعلا بقول يلي كوبي اند بيست مش مقبول. هلا انتم عارفين، كلكم عارفين، وهيني اكدت عليكم اكثر من مره، كوبي وبيست مش راح يكون مقبول. اذا واحد ما جاب التقرير منه شخصيا، لو جابه من واحد ثاني ولا عمل بارافريزنج ولا نسخ جمله واحده من الانترنت، كوبي وبيست لجمله واحده، خلص انتوا عارفين قد اعذر من انذر. مش رح بس احط له صفر، كمان رح اكتب فيه تقرير وتعمل فيه الجامعه اللي بتعمله فيه، ودبر حاله عن لجنه تاديب الطلب. any copy paste or paraphrasing is considered cheating. اي paraphrasing، اي copy paste is cheating. deadline one week before the last lecture. معاكم من هون ل بجوز 3-5 حتى انكم تعملوا في الصفحتين. في اي ملاحظه؟ اي اسئله؟ انا عندي قائمه اسماء جديده، فهسه لو سمحتوا انتبهوا لأرقامكم الجديدة. عن two important processors، كل واحد يعتبر مثال على سطوع، كل واحد فيهم يعتبر مثال على نوع. ال two processors هم ال cortex، ال cortex ARM N53 يلي هو مستخدم بال، هو مثال على التليفونات، على البروسيسورز المستخدمة بالبيرسونال موبايل ديفايسز،
والثاني هو الانتل 4i7-920 هو مثال على البروسيسورز المستخدمة بال PCs والنوتبوكس. يعني بالأغلب الآي 7 منلاقيه بالبي سيز، بعض مرات منلاقيه بالباور نوتبوكس لأنه بصرف كهرباء كثير. أفضل إن نستخدم شغلات أبسط من هيك بالنوتبوكس حتى ما نصرف البطارية بسرعة. بالمناسبة في واحد فيكم بيعرف هذا أي جيل؟ الأول. هذا الأول لما كانوا بالمئات، الرقم بالمئات هو الجيل الأول. والجيل الأول مش زمان طلع، يعني تقريبا قبل أقل من 10 سنين طلع الجيل الأول من الآي 7. يعني لما انتل قررت إنها تسمي البروسيسورز تاعونها i5 i3 i5 i7، لما لجأ وهو هذا طريقة يعني ماركتينج نيمينج، يعني مش المهندسين نموها، جماعة الماركتينج قالوا خلينا نقسم البروسيسورز لفئات الاي 3 والاي 5 والاي 7، وهذول بكون بأي لحظة من لحظات الاي 7 أقوى من الاي 5 والاي 5 بكون أقوى من الاي 3. مع إنه الآن يعني الاي 3 الموجود حاليا بالجيل العاشر أقوى من الاي 7 تبع الجيل الأول. هلا قلنا انه هذا مستخدم بالبيرسونال موبايل ديفايسز، هذا موجود بالسيرفرز وبالكلاودز وبرضه بالبي سيز. يعني شوفوا، يعني احنا بس راح نشوف هاي السلايد والتفاصيل راح نشوفها المحاضره القادمه، بس هاي السلايد بتلخص لنا الجهازين. شوفوا هذا ثيرمال ديزاين باور. ثيرمال ديزاين باور يعني مصمم انه يستهلك 130 وات. 130 وات هي يعني مش قليل، مثل اللمبات تاعون ايام زمان ال 100 وات هذول، يعني هاي لما تحمى بتحرق ايدك اذا صرتها كميه مش بسيطه من الطاقه الكهربائيه اللي تتحول لحرام. فهذا يعني صعب نشغله بدون صعب شو بيكون موبايل ديفايس. بينما هذا 10 ملي وات، 10 يعني 0.1 من الوات، اقل ب 1000 مره من على هذا ال 0.1 وات هو ل 1 كور 1 هرتز، وفي الواقع في يعني مور ذان 1 كور. بس بغض النظر بغض النظر هو بصرف اقل من وات، وبحالات خاصه ممكن انه يصرف ضعف التصميم ممكن يصرف اكبر من وات. لما نقول ثيرمال ديزاين باور يعني ذس از ذا تيبيكال، التصميم تاعه التصميم تبع الباكج تبعه انه راح يصرف كهرباء اقل، بس ممكن بالنسبه للحظات لما يكون كل الكورز شغالين والتيربو مود ممكن يكون بصرف اكثر من 130 لوقت قليل. بعدين يعني ممكن يصير شو اسمها يكبحوا، يعني ممكن البريتنج سيستم شافوا صار يحمى البريتنج سيستم بيكبحوا وبينزل الفريكونسي حتى يبردوا شوي الى حلو. طبعا ممكن بكل سهولة يكون يعني مش مستخدمين ومش هاي اليوتيلايز ويصرف أقل من 130 من 10 وات فقط إذا كان مش قاعدين نعطيه شغل. الكلوك ريتس بالعادة هدول بكونوا أعلى، وهذا يعني الفريكونسي هون قليلة، وهي واحد من الأسباب يلي هذا النوع من البروسيسور بصرف كهرباء أقل. عدد الكورز بير تشيب كل فكرة يعني ممكن يكون 4 وممكن يكون أقل، والكور في الجيل الأول هذا 4. الآن أنا من جيل اشتريت ريسنتلي آي 7 من الجيل التاسع مش العاشر، وعليه 8 كورس، يعني فعلا حريقة بالمقارنة مع الشغلات اللي قبل.
هلا في 4 وفي 6 وحتى الجيل الواحد يعني شوفوا بالجيل يعني بالجيل الواحد ممكن تكون في عندك اكثر من موديل والموديلات المختلفه تختلف بين بعضها باحجام الكاشز والفريكوانسي اللي بتشتغل عليها وعدد الكورز الموجودين عليها. ف يعني ما في اذا بدك تعرف في اذا بدك تعرف في كم كور قديش الكاش قديش الفريكوانسي بدك تروح الى ويكيبيديا مثلا وتدخلي البارت نمبر او الموديل نمبر تبع هذا الجهاز وتشوفي مواصفاته. بس ايش الشركه اللي اشتريتها هذا هذا تجميع لانه بدي اياه بمواصفات للماشين الماشين اللي للأغلب للمشين ليرنينج اللي بعمل أجهزة كويسة هم نفس الشركات اللي بتعمل جيم. أوكي هلا فلوتينج بوينت هاي الأيام كل البروسيسورز فيها فلوتينج بوينت. أيام زمان أيام زمان زمان أيام مثلاً ال ATX إذا بدك فلوتينج بوينت بدك كور بروسيسور إضافي جنب البروسيسور العادي حتى يعمل لك فلوتينج بوينت. هسا البروسيسورز فيها بليونز أوف ترانزستورز تقدر تعمل فيكس بوينت فلوتينج بوينت. مالتيبل ايشيو دايناميك يعني ممكن بعض المرات تعمل 4 انستركشنز ممكن يعمل اقل. هذا شوفوا هذا هذا بروسيسور سوبر سكيلر سوبر سكيلر بروسيسور اوف ديجري 4 عنده قدره انه ينفذ 4 انستركشنز بالسايكل. هذا اثنين البايبلاين ستيجز ديبر بايبلاين 14 هذا 8 يعني نحن درسنا 5 ستيج بايبلاين. هذا هو لسه اعقد وفيهم ستيجز اكثر. البايبلاين سكيدول في ستاتيك هذا مثال على ستاتيك لانه ستاتيك بسيط. الكومبايلر هو اللي بيحضر الانستركشنز. البروسيسور ما بيحتاج يفكر كثير ما بيحتاج يسقط كهرباء كثير حتى يعمل ايشيو لتو انستركشنز لانهم جاهزين له. بينما هذا دايناميك اوت اوف اوردر وذ سبيكوليشن معقد جدا في كل التفاصيل اللي حكيت لكم عنها يعني من المحاضرات السابقه. والبرانش بريدكشن متقدم يعني احنا درسنا ال 1 بت برانش سيرفر تيبل و 2 بت برانش سيرفر تيبل. هذول الهايبريد برانش بريدكتورز معقده في اكثر من بريدكتور وبتعاونوا مع بعض. وهذا 2 ليفل برانش بريدكتور تفاصيلهم مش مطلوبه منكم لكن انتم تعرفوا انه المودرن بروسيسورز فيها ادفانس برانش بريدكشن تكنيكس. مواصفات الميموري بنتركها للشابتر 5 والمحاضره القادمه بنحكي عن تفاصيل البروسيسورز.